اللي راح تقدر تكون احيانا رعديه على المناطق الشماليه الوسطى، نديوها هنا حتى المناطق الشرقيه مع اجواء مغشات عموما مع بعض القطرات من الامطار على منطقه بشار شمال الصحراء باتجاه منطقه الواحات، وعبور بعض السحب من النوع المتوسط والمنخفض راح تهم كل منطقه اليزي عالي الهجر وتسيلي واقصى الجنوب نتاع بلادنا. خلال الظهيره ان شاء الله تبقى الاجواء ملبدا، سجلوا امطار غزيره ان شاء الله على معظم المناطق الشمالية، راح تكون دائما رعدية على المناطق الوسطى والشرقية. تتنبأ مصلحة الأرصاد الجوية بسقوط زخات من الثلوج على المرتفعات اللي فوق علوها إن شاء الله 1200 متر. سرعة الرياح نسبيا راح تقدر توصل حتى 50 كم في الساعة، والحذر لازم ومطلوب. بالنسبة للمناطق الجنوبية تبقى الأجواء مغشات عموما بسحب عافية، راح تكون إن شاء الله بدون فعالية أو بدون نشاط على منطقة ثورة شمال الصحراء باتجاه منطقة الواحات، وأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أحيانا رعدية على الجنوب الشرقي على الهوغار وتسلي وأقصى الجنوب تاع بلادنا. درجة الحرارة مرتقبة غدوة إن شاء الله في الصباح ومع الفجر، نرتقبوا مقاييس ما بين 9 حتى 11 درجة على السواحل وما بين 6 حتى 8 درجات على المرتفعات الداخلية والقرب الساحلية، درجة واحدة فقط على الهضاب العليا الغربية وربع درجات على منطقة الأوراس. بالنسبة للمناطق الجنوبية راي تعرف انخفاض محسوس في درجات الحراره، احنا عرفوا درجه واحده فقط نعم على منطقه بني عباس وتبلبلة، زوج درجات على بشار، 6 درجات على شمال الصحراء، 11 درجه على منطقه الواحات، 7 درجات على كل من منطقه الجنوب الغربي ووسط الصحراء، 12 درجه على ايزي، ما بين 11 حتى 13 درجه على اعلى الهوغر والتسلي، وما تتعداش ان شاء الله 18 درجه على اقصى الجنوب تاع بلادنا. درجات الحراره القصوى ومع الظاهره ان شاء الله نتنبؤ حسب مصلحه الأرصاد الجوية ب 16 درجة على العاصمة وضواحيها، 15 درجة على وهران نستغان متن السواد الفضة وبنيساف، 18 درجة على بجاية حتى على عنبة القلا وسكيكدار، 14 درجة على قسنطينة أم البواقيتي سمسي بقيس المزية البليدة حتى منطقة عين بسام بالبويرة، و 11 درجة إن شاء الله على شلف غليزان تينمسان معسكر وعين الدفلة، 9 درجات على كل من خنشلة باتنا باريكا سطيف والجلفة تقيس حتى منطقة حاسي بحبح بالغوط وتنخفض ل 6 درجة ان شاء الله على مشريه عين صفراء البيض وسعيده. بالنسبه للمناطق الجنوبيه نرتقبوا 10 درجات على بني عباس وتبلبالة، 11 درجه على بشر، 16 درجه على غردايه والمنيعه وزلفانه، 13 درجه على كل من تقر توسوف حسيم سعود وحسرمل، 20 درجه على غار جبيلات وحسيم منير بسندوف، ما تتعداش 22 درجه على تيمي منير كان عين صالح وادرار، 21 درجه على اليزي ما بين 23 حتى 25 درجة على الخط الرابط ما بين منطقة تمنرة ست وجنت، و 31 درجة كأعلى مقياس تحت الدرن نسجلو في إن شاء الله ببرج باجي مختار عين قزام عين أزاوة سنياوين وتين زواتن. للملاحة والصيد البحري البحر إن شاء الله راح يكون مضطرب على السواحل الغربية الى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقيه، رياح تاثيرها ان شاء الله وفق التيار تحت تكون مختلفه الاتجاهات، سرعتها ما تتعداش ال 50 كيلومتر في الساعه، اتجاه الموجه شمالي شرقي ارتفاعها ما بين 1 الى 2 امتار، والرؤيه ان شاء الله تكون ما بين متوسطه الى حسنه. نختم نشرتنا الجويه بالمعلومات الفلكيه اللي تخص العاصمه وضواحيها، غدوه ان شاء الله الشروق الى حبر الدبي راح يكون على 7:55 دقيقه، والغروب الى حين الله